بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه يوميه وما بات يعرف بملف وزاره الصحه، ونحن الان في طور مناقشه الدفوع الشكليه. هذا الملف بعد ان مر من مرحله البحث التمهيدي امام الشرطه القضائيه، وبعد استماع لجميع المصرحين تم احاله الملف الى السيد قاضي التحقيق، وبعد مرور مراحل التحقيق تم احاله الملف على غرفه الجنايات الابتدائيه لجرائم الاموال. لازلنا لحد الساعه في ملف لم يناقش اطواره بعد، لم تناقش وقائعه بعد، لم نناقش موضوع المتابعه بعد، انما نناقش فقط الإجراءات الشكلية، بمعنى الإخلالات الشكلية التي نراها نحن كدفاع قبل مناقشة هذا الملف. يجب أن نطرحها أمام المحكمة وبسط الأرضية فيها للقول بأن هناك ديباجة لمحضر الشرطة القضائية لم يتم تحضيره على الوجه المطلوب قانونا، يتم خرق مقتضيات مواد المسطرة الجنائية، يتم إنشاء تصور أمام الشرطة القضائية بأن حررت ديباجة من تحليلات واستنتاجات ما كان لها الحق في القول بها، وبناء على ما كان ضمن بمحضر الشرطة القضائية تمت إحالتهم في حالة اعتقال. نناقش الآن حالة الاعتقال، نناقش إن كانت جميع الإجراءات كانت على الوجه المطلوب من الناحية القانونية، ناقشنا كيفية وطريقة الاستماع إليهم هاتفيا، الأوامر التي كانت سرية ما بين السيد وكيل العام والسيد رئيس المحكمة، كيف تم إنشاء تلك المحاضر، التمسنا بطلانها من الناحية القانونية كما توجب علينا مواد المسطرة الجنائية والدستور المغربي، التمسنا استبعاد الديباجة التي كانت بناء على تحليلات واستنتاجات ما كان للشرطة القضائية أن تحدد المتابعة فيها أو تحدد فصول المتابعة أو تكيف الوقائع التي استمعت إليها إلى هؤلاء المصرحين وقالت كلمتها أو استنتاجها ما كان على ذلك أن يكون طبقا للقانون. الآن دابا الديباجه شنو هي؟ دابا ضابط الشرطه القضائيه مهامه محدده طبقا لمواد المسطره الجنائيه. مواد المسطره الجنائيه كتقول بان ضابط الشرطه القضائيه ما عليه الا معاينه الوقائع التي تكون امامه، سواء كانت في حاله تلبس او كانت في تلقى التصريحات المصرحين الذين يكونون امامهم، يكتبون تلك التصريحات في محاضر تعتبر رسميه، يوقعون عليها الى جانب المصرحين امامه ويشعرونهم بحقوقهم الواجبه قانونا. إلا أن الديباجة هي كمصطلح، والديباجة هي كعبارة كانت في المسطرة الجنائية ما كيناش، هي عبارة عن خلاصة، المفروض أن تلك الخلاصة تكون في إطار الحياد، أنها تكون في إطار معلومات اللي هي صحيحة، أن تكون في إطار ما كان فعلا أثناء الاستماع لهؤلاء الأطراف، في إطار أنهم يسهلون المأمورية على النيابة العامة وعلى قضاة التحقيق في تلقي المعلومة وفي قراءة محاضر الاستماع لهؤلاء الأطراف، غير باش أنهم ياخذوا شوية ديال الوقت. إنما جينا حنايا كنكتشفوا بأن الديباجة التي أصبحت تحال علينا من الشرطة القضائية هي ولات عبارة عن ليست فقط معلومات وليست عبارة عن تصريحات الأطراف، هي استنتاجات، هي تحليل يقوم به ضابط الشرطة القضائية ويقول فيه بأن تلك الأفعال هي مجرمة قانونا وينشئ تجريمها ويحدد نوع الفصل الذي سوف يتابع به الأطراف ويحدد كيوجه كل شيء، كيوجه النيابة العامة، لأن ديك الديباجة راه هي اللي كيقراو في الحقيقة، لأن الملف ملي كيكون كبير وكيكون فيه مجموعة ديال الأطراف كتكون فيه مجموعة ديال المعطيات ومجموعة ديال البيانات، علاش كتكون الحراسه النظريه واحد المده اللي محدوده؟ ما يمكنش ان الشرطه القضائيه غتحافظ على ذاك الناس في اطار اكثر من ما هو يحدد القانون، والا كيولوا في اطار الاعتقال التاسفي. الا جاو هنايا عند النيابه العامه ما يمكنش النيابه العامه انها غتحافظ عليهم، لان ضروري خاصه غير تستمع لهم في اطار ما وجهته لها الشرطه القضائيه. اول ما تدرسه النيابه العامه هو الديباجه، المفروض ان تكون فقط خلاصه لتلك التصريحات التي قدمها الاطراف في اطار معين وفي اطار البيانات وفي اطار الوثائق اللي كتكون مرفقه بالملف. ملي كيتحال الملف على السيد قاضي التحقيق كيقرا هذيك الديباجه اللي المفروض انها تكون فعلا خلاصه ديال هذيك المحاضر، الناس كتولي كتوضع في حاله الاعتقال، ومني كتجي تشوف بانك القضاء بالشرطه القضائيه تجاوز حقه، تجاوز مهمته، تجاوز صفته، واكتسب صفه النيابه العامه في تحديد نوع العقوبه. انت المفروض كضابط الشرطه عندك واحد الشخص كتلقى المعاينه التصريح اللي كيقدمه يصبح يلزمه كيوقع عليه، اذا انت خاصك تلقاه خاصك تحره بحذافيره بامانه بمعاينه جميع الوقائع، ولكن باش تقول بان فعلا هذا الفعل هذا يدخل في اطار ما هو جرم طبقا للفصل كذا كذا وتحدد نوع ديال المتابعة، لا، هذا ما بقاش محاضر، هذه ولات متابعة. لهذا نلتمس دائما استبعاد ديباجة لمحضر الشرطة القضائية. هاد الأمور هذه اللي كنناقشوها دابا، يعني النقاش دابا غير هو من الناحية القانونية الصرفة لكيفية تحرير الإجراءات المسطرية قبل مناقشة الملف من موضوعه وقائعه والمتابعة. شكرا.